كانت دائماً قضايا المجتمع والمرأة تحديداً في مقدمة اهتمام كاتبات القصة والسيناريو، واستطعنا بأقلامهن الجريئة تغيير نظرة المجتمع لقضايا عديدة، بل وتغيير تشريعات ظلمت المرأة طويلاً في عهود سابقة. مع الكاتبة والسيناريست مريم نعوم. الواحد يعني دائماً بيشوفك مهتمة جداً بقضايا المرأة بشكل خاص. ما أقدرش أنكر أن أنا في الآخر جزء أساسي من أنا اللي بكتبه بيتصدق أني حاساه فعلاً. طب على مدار السنوات هل لاحظتي أنه الأعمال الفنية فعلاً من الممكن أن هي تحرك يعني جموع الناس في التفكير بشكل جديد وتغير القوانين؟ في عملين أو ثلاثة من اللي اشتغلت عليهم عملوا التأثير ده. أفلام سينمائية في السينما المصرية أدت إلى تغيير قوانين زي مثلاً أريد حلاً. هل الأعمال السينمائية التي تعرضت إلى مسائل دينية خاصة بالمسيحيين قدرت تغير حاجة؟ لا، ما أقدرش أقول كده لأنه القوانين هنا مختلفة شوية. مواقع التواصل الاجتماعي شيء جديد في حياتنا، لها تأثير ما على الدراما؟ طبعاً لها تأثير كبير عن الكتابة الدرامية، عن إبداعات المرأة المصرية، عن المجتمع وقضاياه على الشاشة. حديثنا اليوم من مصر. حديث العرب من مصر الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.